مين أول نجم مشهور عجبت فيه بسن المراهقة؟ أوكي بسرعة لك تهول بالك أسرع بلبنان؟ بالعالم وين ما بدك. براد بيت. شو ممكن تعمل إذا شفت ليوناردو دي كابريو قدامك؟ ما بعرف لأنه يمكن أكيد بتصور معه بحكي معه يعني بجرب أفتح موضوع هيك شيء. بين ليوناردو وبراد بيت مين؟ ليوناردو وبراد بيت كله شكله مفهوم. فينا ناخذ نص بنص؟ آخر سؤال. لو بتقدر تاخذي شيء من جسم جينيفر لوبيز شو بتاخذي؟ فيك تضبط.